نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات، وشهدت المحافظات مجموعة من الأحداث والموضوعات، كان من بينها حظر خروج الأقماح من محافظة الفيوم، وده لازم يكون بتصريح كتابي من التموين، وكمان إتاحة الحجز إلكترونيا بعيادات التأمين الصحي في محافظة الغربية، وأيضا انطلاق حملة المدينة الآمنة في 4 مدن بدمياط، وأخبار تانية من القاهرة والمنيا والبحيرة، خلينا نتابعها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، كان من أهمها إصدار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية اللي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية في المحافظات. وتضمنت الحركة تعيين 5 سكرتيري عموم في محافظات اسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد، و6 سكرتيرين عموم مساعدين في الجيزة والإسكندرية وبني سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر. كذلك تم تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ونقل 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات. في القاهرة الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب قال إن هيتم تطوير محيط السيدة زينب بعد عيد الفطر علشان يكون مشابه لمحيط مسجد الإمام الحسين وشارع المعز، وأكد إن في خطة لتحويل منطقة محيط المسجد لمكان راقي استثنائي. في محافظة الفيوم شدد الدكتور أحمد النصاري المحافظ على حظر خروج الأقماح بره حدود المحافظة إلا بتصريح كتابي مختوم من مديرية التموين، وكمان منع تداول القمح جوه المحافظة إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، وهتقوم إدارة المواقف بالتعاون مع المرور بضبط ومصادرة السيارات والمركبات اللي بيتم استخدامها في الموضوع ده، خصوصاً إنه تم إعادة الرصد الميداني لمساحات القمح الفعلية في نطاق المحافظة وصلت ل 169,000 فدان. في محافظة الغربية أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي في المحافظة عن إتاحة الحجز الإلكتروني في العيادات عن طريق موقع الفرع أو عن طريق الحجز بالتليفون أو بالواتساب أو من خلال استخدام الباركود. في دمياط أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في المحافظة عن انطلاق حملة المدينة الآمنة في مدن رأس البر ودمياط الجديدة والسرو والروضة تمهيداً لتعميمها في جميع أرجاء المحافظة، والهدف من الحملة تحصين أهل المدينة بلقاح فيروس كورونا. في محافظة المنيا اللواء أسامة القاضي المحافظ قال إنه بيجري العمل على تنفيذ 1800 مشروع من خلال 19 قطاع خدمي في نطاق 192 قرية و757 تابع، بالإضافة لإدراج 102 قرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز صملوط ومركز بني مزار. محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة أكد إن قطاع التعليم العالي في المحافظة شهد خلال 4 سنين تطورات غير مسبوقة، زي تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.65 مليار جنيه واستلام 5 مشروعات في جامعة دمنهور، وبيتم في الوقت الحالي تنفيذ مشروعات أخرى.